والله أعلم، والله أعلم أن الألباني بصفة رجل واحد أشهر من جمهورية ألبانيا. نعم حقا. والله عز وجل يعني يعز من يشاء. الألباني يا أخوان منذ قرون ما جاء واحد وأضيف اسمه مع الرواة المشهورين، رواه أحمد، رواه الترمذي، رواه ابن ماجه، رواه طبراني، رواه، التصق اسمه مع هؤلاء، رواه الترمذي وصححه الألباني، رواه أحمد وضعفه الألباني. شوف انظر في وسائل الإعلام، في الإذاعات، في الفضائيات، في الإنترنت، واحد معاصر بين هالقرون هذه التصق اسمه مع أئمة في عصر الرواية، الترمذي الألباني، ابن ماجه الألباني، البزار الألباني، طبراني الألباني. يؤتي ملكه من يشاء، ولا أظن يا أخوان أنه يمر يوم ما يجد دعوة صالحة إلا تجد من المسلمين من يقول صححه الألباني رحمه الله، ضعفه الألباني رحمه الله، خرجه الألباني رحمه الله. ما أظن في يوم ها إلا وتجد من يترحم عليه رحمه الله تعالى وجزاه على الإسلام والمسلمين خيرا. طيب كمل.